يعني العيد في الماضي كان زي الآن؟ لا زي الحاضر؟ نو. الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق كالآتي: حقيقة السودان، السودانيين عموما يعني ما كانوا ناس تعبانين يوم من الأيام حقيقة. ليه؟ لأنه حتى العامل البسيط ممكن يكون عنده بيت في السودان. صحيح. التعليم كان مجانا والصحة مجانا والحياة كانت، يعني أتكلم لك عن حياة السودانيين زمان. الآن الوضع اتغير، العالم بقى سريع، الاقتصاد بقى غير، وكل الدنيا كلها اتغيرت يعني. فالعيد زمان كانت في مهلة، مهلة في الزمن بالنسبة للناس، وكان اقتصادهم كويس يعني. أي مين الراج الواحد عنده اللي بيقدر يعمله يعني، والدنيا كانت بخير كثير، الخير كان كثير حقيقة. عيدنا 7 8 يوم. اكزاكتلي. كان العيد 7 8 يوم، والناس كان عندها الامكانيات بانها تسافر من الخرطوم تجي حلفه جديده مثلا باولادهم كلهم. اوكي، بالاولاد كلهم يقطعوا تذاكر وغيره وغيره وغيره، والقطر موجود والقطر موجود. السودان كان غير خالص، السودان اللي احنا هسه شايفينه ده مختلف كومبليتلي، لكن القادم احلى ما في شك. اكيد طبعا القادم احلى ما في شك، اكيد. بس الشباب زي ناس دينا وغيرهم احلى. نحن يس اخذنا زمننا، ما في 2 3 استمتعنا جدا حقيقة يعني، وإن شاء الله بإذن الله تعالى كل الناس إن شاء الله.